العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. وزارة التجارة والصناعة تصدر معلومات آنية بخصوص المواد الاستهلاكية. حاكم شمال البحر الأحمر تعقد سيمينار لسكان جندا. سيمينار تنويري حول تطور جودة المرافق الخدمية في بارونتو. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في البحر. منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من وباء كورونا. ترامب وبومبيو يقتربان من تحميل إيران مسؤولية هجوم صاروخ في العراق. وقبل الخوض في تفاصيل النشرة إليكم هذا الإعلان الذي ورد للتو من وزارة الصحة. تعلن وزارة الصحة بأن مواطن إريتري يبلغ من العمر 39 عاما يقيم في النرويج قدم اليوم السبت 21 من مارس في الساعة 7 صباحا إلى مطار أسمر الدولي من النرويج عبر خطوط طيران فلاي دبي، وقد ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وبعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة بالمختبر الوطني الصحي تبين أنه مصاب بالفيروس، لتسجل إريتريا أول حالة إصابة بهذا الفيروس، ويتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة في إحدى مراكز الحجر الصحي. وزارة الصحة أسمر إريتريا 21 من مارس 2020. أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت 21 من مارس معلومات آنية بخصوص ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الظاهرة في بعض المدن الإريترية. وفي المعلومات التي أرسلتها الوزارة إلى وكالة الأنباء الإريترية، ذكرت بأن زيادة الأسعار الظاهرة في بعض المواد الاستهلاكية المهمة كالسكر والزيوت والمواد الغذائية والمحاصيل النقدية والحبوب ومواد التنظيف وغيرها من المواد ليست بالمعقولة وفاقدة للضمير، موضحة بأنها ستتخذ قرارات صارمة لهذه الخطوات التي تؤثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين. وقدم مسؤول قسم التجارة المحلية في الوزارة السيد براخ تسفاي توضيحا مفصلا حول تعامل بعض التجار غير المسؤولة التي تعرض المساءلة القانونية ومشينة أخلاقيا، وأن زيادة الأسعار في المواد الاستهلاكية المذكورة علىه قبل ما كانت عليه في 20 من فبراير 2020 ومن قام بإخفاء البضائع وهي بحوزته ستتخذ ضده قرارات صارمة تشمل مصادرة البضائع وإلقاء الرخصة التجارية بموجب إعلان الأعمال التجارية غير القانونية رقم 125/2002. يذكر بأن العديد من الدول العالمية تتخذ مثل هذه القرارات على من قاموا بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وتخزين وإخفاء البضائع تزامنا مع الهلع من فيروس كورونا، وتصل إلى مستوى إغلاق المتجر وإلقاء الرخص. عقدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة سيمينار لسكان مديرية جنة والجهات الناشطة في المديرية حول تعزيز مساهماتهم الواعية لتعزيز برامج التنمية. وقدمت السيدة أسمرة في السيمينار المنعقد في 18 من مارس لأعضاء المجلس الشعبي ومسؤولي فروع الوزارات في المديرية توضيحا مفصلا حول البرامج التنموية الموضوعة في عام 2020 على مستوى الوطن والإقليم، موضحة مساهمة المواطن بنشاط وهمة تزامنا مع آفاق السلام المبشرة لتفعيل تنفيذها. وقالت السيدة أسمرة أن تطوير القدرات البشرية من حيث الكثرة والنوعية عمل مهم لا يمكن تأجيله، مشيرة إلى البرامج المعطاة الأولوية على مستوى الإقليم كتعزيز دورات تأهيلية للشباب وتقوية وتجويد الإدارة وتوسيع أنشطة النفير والحفاظ على الثروات الطبيعية وإنشاء الطاقة البديلة واكتمال الخدمات الاجتماعية. من جهتهم ناشد المشاركون لتقوية التوعيات الجارية وتسريع إنشاء الطاقة البديلة لتمكين حماية وتنمية الثروات القابية. شهدت مدينة بارونتو تنظيم سيمينارا تنويريا لأصحاب وعمال المرافق الخدمية بالمدينة حول جودة الخدمات وحسن الضيافة والاستقبال. وقد تركز السيمينار المنتظم في الفترة من 17 وحتى 19 من مارس بالتنسيق بين قسم السياحة وفرع الصحة في إقليم القاش بركة حول تأمين جودة الخدمات والنظافة العامة. وقال مسؤول فرع الأبحاث والمتابعة والثروات والتوعيات في قسم السياحة بالإقليم
السيد سنفرد قبر مذهن أن الخدمات التي يقدمها قطاع السياحة ليست كافية لوحدها، ويجب اكتساب العمال معارف أساسية حول بيئات مواطنهم فضلا عن ثروات بيئاتهم وقيم مجتمعهم. بدوره أشار المدير العام لقسم السياحة في الإقليم العقيد حامد يوسف إلى أن حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال وجودة الخدمات تعد من العناصر الأساسية لتطور القطاع السياحي، داعيا العمال لتقديم خدمات جيدة والاتسام بحسن الاستقبال والضيافة والعمل لتطور مؤسساتهم والمساهمة بفعالية لتقدم القطاع السياحي. من جانبهم ناشد المشاركون لمواصلة مثل هذه السيمينارات ذاكرين أهميتها. نظمت شرطة مديرية عفزة سيمينارا قانونيا لرفع مستوى الشباب القانوني إلى جانب التعليم الأكاديمي المنتظم. وقدم قائد مركز الشرطة في المديرية السيد حصب الله محمد في السيمينار المنعقد في 13 مارس لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية حول حوادث المتفجرات النادرة والقرق على السدود والآبار، فضلا عن مخالفة قوانين المرور والمدارس والأضرار الناتجة عنها. وذكر السيد حصب الله الآباء للعب دور بارز لرعاية الشباب للوقاية من مسببات الحوادث الرئيسية والاتسام بالأخلاق الحميدة وتعزيز تعاونهم مع الشرطة في مكافحة المخالفات والجرائم. من جهته طالب مسؤول مكافحة الجريمة السيد يوناس قبر مدهن الشباب خاصة الطلاب ليكونوا طلابا أكفاء ومنافسين ومثالا يحتذى به مبتعدين عن الإدمان. بدوره قدم مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية عرزة الأستاذ تسفهيوت والد قرقيس قدم توضيحا حول مستوى وعي ومعرفة الطلاب القانوني في المدارس وكذلك قيم المجتمع. وقدمت مسبقا سيمينارات مماثلة لسكان مناطق غزا دنقور ودوغماميت وعدي قورتو. سيدتي سادتي إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أطلقت كوريا الشمالية ما بدا أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى قبالة ساحلها الشرقي في آخر حلقة من سلسلة عمليات إطلاق مشابهة قامت بها بيونغ يانغ في وقت يحاول العالم جاهدا التعامل مع فيروس كورونا المستجد. ودان الجيش الكوري الجنوبي عمليات الإطلاق واصفا إياها بغير المناسبة على الإطلاق بالنظر إلى الوضع الصعب الذي يشهده العالم جراء كوفيد-19. كما أكدت وزارة الدفاع اليابانية كذلك تجربة الصواريخ الكورية الشمالية. وواجهت القيادة في بيونغ يانغ على مدى عقود انتقادات للمجتمع الدولي لوضع الانفاق العسكري والنووي كأولوية. وتعتبر بيونغ يانغ الانفاق العسكري ضرورة أمنية لمواجهة ما تصفه بالعدوان الأمريكي، وتخضع لحزمة من العقوبات على خلفية برنامجها النووي والصاروخي. كشفت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد قادر على إصابة وقتل الشباب. وأكدت المنظمة الدولية التي صنفت كورونا المستجد على أنه وباء عالمي يوم 11 مارس أن على الشباب تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وقربه من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وفي مؤتمر صحفي قال تدرس حنوم المدير العام للمنظمة أن هذا الفيروس يمكن أن يزج بالشباب في المستشفى لأسابيع وقد يقتلهم، والخيارات التي يتخذونها يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت. وأشار المسؤول إلى أنه للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية مركز تفشي الوباء لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة، مما يعطي الأمل لباقي العالم. ولليوم الثالث على التوالي لم يسجل بر الصين الرئيسي إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج. اقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو من تحميل إيران المسؤولية على هجوم صاروخي وقع في العراق الأسبوع الماضي قتل فيه جنديان أمريكيان وجندي بريطاني. ورد ترامب على سؤال بهذا الشأن موجه إلى بومبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قائلا أنه ربما يجب ألا نقول ذلك الآن، وقال بومبيو أنه سيرد على ذلك لاحقا في تلميح إلى دور إيران في هذه الهجمات. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في الأسبوع الماضي أن ترامب فوض الجيش الأمريكي في الرد على الهجوم الذي وقع في 11 مارس.
وكانت الولايات المتحدة قد حملت جماعة مسلحة مدعومة من إيران المسؤولية عن الهجوم، لكنها لم تقل حتى الآن ما إذا كان للقيادة الإيرانية صلة بهذا الهجوم. أكد الرئيس التنفيذي لشركة زان للروبوتات ارتفاع الطلب على اقتناء روبوتات لتوصيل البقالة منذ انتشار فيروس كوفيد 19 في الوقت الذي تشهد فيه بقية الصناعات صعوبات. وليو تشي يونغ هو أحد ملايين رجال الأعمال الذين عادوا تدريجيا إلى نشاطهم بعد أن أعلنت الصين انتصارها على الفيروس كوفيد 19 الذي شل ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي شهرين من الزمن. الروبوت بوني هو النموذج الذي طرحته زان للروبوتات، وهو عبارة عن رجل آلي بست عجلات ويصل طوله إلى 68 سنتيمتر، ويتم استخدامه من قبل تجار التجزئة والمستشفيات ومراكز التسوق والمجمعات السكنية. ويتم التحكم في الروبوت بوني من خلال تطبيق يتم تحميله عبر الهاتف الذكي، ويمكن لهذا الروبوت حمل 40 كيلوغراما والمشي بسرعة تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة الواحدة. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.